لقيت نفسي في مكتب، مكتب بس المكتب ده جوه كافيه، وكافيه مش دي القضية. المشكلة ان انا شفت حتة الدين بنت وانا قاعد على المكتب كده مش عارف. كان مال انا بيه كان بس مال ضحكت لعيني غير لي حال لا عرفت انا فين ولا ايه جرالي كانت قلبي في ثواني ندهت لعيني وناديت عليه قربت علي انا رحت فيه وحكايتي معاه انا هبتدي ولا هينساني في كده في الدنيا هيضربني بالنار. قمت كده وهديت وشربت مية ورحت رايح في النوم. ها حلمت ان انا صاحي من النوم في السرير بس في الكافيه. في الكافيه نفس الكافيه. ورحت شايف مين بقى؟ مين؟ من يوم ما هويت وانا حد الراجل الغلس كان هيخبطني بالعربية. هو نفسه يا أخي. البت اللي في الحلم دي واكلالي دماغي. عارف لو أشوفها هحس إني إيه؟ مالك؟ هو في إيه؟ دي البنت اللي أنا شفتها في الحلم. تاكسي. أنت بتقول إيه؟ البنت. بنت مين يا ابني؟ هي دي الحلم. حلم إيه؟ إيه ده نفس الراجل اللي كان في الحلم ده قتلها ولا إيه؟ يا أخي يلا تعالى بس. يا عم